معلومات عن فطر عرف الأسد. أعد هذه المعلومات عبد الرحمن الكندي تيري أدوير، وترجمها شوق الدعيس. ماذا يقول الناس عن فطر عرف الأسد؟ هو منشط ممتاز لجهاز المناعة نظرا لاحتوائه على السكريات المتعددة والبوليبيبتييد، فإنه يحمي الإنسان من قرحة المعدة والتهابات الجهاز الهضمي المزمنة. عدة أنواع من الفطر وخصوصا فطر عرف الأسد لها تأثير فسيولوجي إيجابي على الإنسان، كإعمال مضاد للأكسدة ومنظم للدهون في الدم وكإخفاض لمستوى السكر في الدم. فطر عرف الأسد والصحة العقلية. يعيد عرف الأسد بناء غشاء المايلين الواقي للخلايا العصبية، وينشط هرمون نمو الخلايا العصبية NGF. ما هو عمل غشاء المايلين؟ يقوم غشاء المايلين بتغليف محور الخلية العصبية، محققا بذلك المهام التالية: الدعم، الحماية، التغذية، والعزل. تلف غشاء المايلين يؤدي إلى تلف دائم وحاد للجهاز العصبي. فطر عرف الأسد وغشاء المايلين. أظهرت الدراسات الأخيرة أن خلاصة فطر عرف الأسد لها تأثير منشط على الخلايا العصبية، كما أثبتت الدراسات أن خلاصة فطر عرف الأسد تنشط التطور الطبيعي لخلايا المخ في المعمل، كما أن لها تأثيرا منظما على عملية تكون المايلين في المختبر. فطر عرف الأسد والاكتئاب. ما زالت معظم المواد الفعالة في فطر عرف الأسد غير معروفة التأثير، إلا أن السكريات المتعددة وحمض الأنوليك الدهني لها تأثير مثبت في علاج الاكتئاب. ويعتقد أن تقوية غشاء المايلين يقوي وينشط سريان النبضات العصبية المارة عبر نيترون، مما يؤدي إلى تحسين أعراض الاكتئاب. يقول الدكتور إهلير دكتور الطب الطبيعي: لقد ثبت علميا أن نقص المواصلات العصبية في الدماغ لها تأثير أكيد في ظهور الاكتئاب، وبمساعدة عدة أنواع من الفطر الطبي يمكن إعادة التوازن للدماغ، وبالمقارنة مع الأدوية الكيميائية لا توجد أي أعراض جانبية. فطر عرف الأسد والزهايمر. تلف المايلين قد يؤدي إلى الزهايمر. أكد تقرير الباحثين في جامعة كاليفورنيا أن الاختبارات الجينية مرتبطة بصور جهاز MRI للمايلين المبكر قد تفيد في الوقاية وتقيم العلاج لمرضى الزهايمر. تعتبر عملية تغليف وحماية الخلايا العصبية بواسطة المايلين أرق وأهم عملية لازمة لتطور الدماغ وبنائه مع تقدمنا في مراحل العمر المختلفة. فطر عرف الأسد والتصلب المتعدد. منظور جديد لطريقة تكون المايلين: المادة البيضاء المغلفة لكل الأعصاب والتحكم بها قد يساعد في علاج التصلب المتعدد وعدة أمراض متعلقة بتلف أو إصابة المايلين. التصلب المتعدد هو مرض آخر ناتج عن تلف حاد لغشاء المايلين، ويؤدي إلى فقدان التناسق الحركي وآلام الأعصاب والشلل. العامل المحفز لنمو الخلايا العصبية هو عبارة عن بروتين اكتشف من قبل ريتا ليفي مونتاشي وعزل من قبل ستانلي كوهن، ولهذا حاز على جائزة نوبل في الطب عام 86 و900 و1000 من الميلاد. يلعب العامل المحفز لنمو الخلايا العصبية دورا حيويا في نمو الخلايا العصبية المختلفة الطرفية والمركزية. وجد أن فطر عرف الأسد له فعالية ملحوظة في تنشيط تكون محفز نمو الخلايا العصبية. نقص محفز نمو الخلايا العصبية يعتبر أحد الأسباب لمرض الزهايمر. مشكلة مع محفز نمو الخلايا العصبية: بما أنه بروتين وبالتالي لا يمكنه العبور من خلال الغشاء المبطن للدماغ، والذي يسمح بعبور الجزيئات الدهنية والصغيرة من خلاله. ومن هنا نتساءل كيف يمكننا تعويض النقص في هذه المادة مع تقدمنا في العمر للمحافظة على صحة جهازنا العصبي. هنالك أمل، فإنه توجد مادتان هما إيريسينونس وأرناسينس في فطر عرف الأسد تنشطان خلايا الدماغ لإنتاج المزيد من الهرمون المحفز
لنمو الخلايا العصبية، وبالتالي تكون خلايا عصبية جديدة. هذه العوامل المساعدة تؤدي إلى تلطيف أعراض زهايمر وحتى مرض باركنسون. إن اكتشاف الهرمون المحفز لنمو الخلايا العصبية يعتبر من أهم الاكتشافات في 50 سنة الماضية، ولهذا منح العالمان جائزة نوبل في الطب عام 86. ماذا قال العلماء ومراكز الأبحاث؟ إن جنين فطري عرف الأسد هو الغذاء الطبيعي للخلايا العصبية. يقول دكتور ويل: لأن فطر عرف الأسد يحفز نمو الخلايا العصبية ويقوي غشاء المايلين، فإنه قد يساهم في علاج العديد من أمراض تلف الأعصاب والجهاز العصبي. خلاصة البحث: إن تناول فطر عرف الأسد بشكل يومي يقوي ويبني غشاء المايلين، وبالتالي يحميك ويحمي أفراد أسرتك إن شاء الله من تدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر، ويقوي ويبني الدماغ للتخلص من الاكتئاب، ويقوي ويحمي الجهاز الهضمي.